رجل يقول: كان عمي طفلا رضيعا وولدتني أمي وتوفيت إلى رحمة الله، فرضعت مع عمي من جدتي طول مدة الرضاعة، ولي عم أكبر من عمي الذي رضعت معه وله بنت، هل يجوز لي الزواج منها؟ ما دمت قد رضعت من جدتك 5 مرات وأنت في سن الحولين فقد صار كل أولادها وهم أعمامك الصغار والكبار صاروا إخوة لك، فلا يجوز أن تتزوج من أي بنت من بناتهم لأنها بنت أخيك من الرضاع، والله أعلم.